بالعودة إلى الشأن اليمني، ينضم إلينا من اليمن المحلل السياسي يوسف الدعاس. أهلا بك سيد يوسف على شاشة اليوم. أهلا وسهلا فيكم. أهلا بحضرتك. إذا سيد يوسف، بعد أسبوعين من ارتفاع وتيرة العنف في الحديدة، هل يشي الهدوء الحذر الذي يسودها اليوم بتوصل الأطراف المعنية بالنزاع اليمني إلى تفاهمات مبدئية قد تجنب المدينة الكارثة الأكبر والانزلاق إلى حرب مفتوحة؟ الحقيقة أن التفاهمات التي تجري اليوم هي من ضمن الإعداد لتسوية سياسة قادمة ضمن الجهود التي تقوم بها عدد من الدول الأوروبية، بريطانيا، وأيضا تلميحات من قبل مسؤولين أمريكيين، إضافة إلى الزيارات التي قام بها مبعوثين من مجلس الأمن الأمم المتحدة. مسؤولين قاموا بزيارات من صنعاء إلى الحديدة للاطلاع على الواقع هناك. هناك جهود حديثة لإيقاف الحرب تحت مسميات مختلفة، منها الحالة الإنسانية التي تتفاقم بشدة والتي وصلت باليمنيين حدا غير مسبوق، أيضا تقدم القوات التابعة للحكومة الشرعية في الحديدة وتطهيرها لعدد من المباني وتقدمها في اليومين الماضيين. تم التقدم في مبنى الإذاعة ومبنى كلية الطب وأجزاء واسعة من شارع جمال. تتراجعت القوات الحوثية إلى المداخل الشرقية والمداخل الشرقية الشمالية للمدينة، وهذا أدى إلى تراجع واضح في قوة الحوثي وربما يفقد السيطرة. هناك مع تصاعد وتيرة المواجهات حالة إنسانية متفاقمة، إضافة إلى الحالة الإنسانية لطول فترة الحرب دون حسم الشرعية للمعركة مع الحوثيين تحت ضغوط نتيجة ضغوط أممية بدواعي مختلفة. الحقيقة أن الوضع في الحديدة مأساوي، ولكنه أكثر مأساة الآن مع تزامن عودة المواجهات التي تفاقم من الحالة الإنسانية. نعم سيد يوسف، الأسباب مجتمعة التي أتيت على ذكرها، يعني ربما تهيئ إلى استضافة السويد نهاية شهر نوفمبر الحالي محادثات سلام جديدة تجمع أطراف النزاع اليمني كما أعلنت خارجية بريطانيا. ما المأمول أن تحمله هذه محادثات السلام الجديدة خلافا لسابقتها التي فشلت في لم أطراف النزاع اليمني؟ الحقيقة أننا نرى أن فرص نجاح عملية السلام وإنجاز تسوية سياسية في اليمن الحقيقة ضعيفة جدا، والدليل التسوية عفوا المفاوضات السابقة في الكويت وفي جنيف كلها باءت بالفشل نتيجة تعنت. الحقيقة أن جماعة الحوثي متمسكة بعدم قبولها الرضوخ للأمر الواقع. اليوم قوات الشرعية تتقدم في أكثر من جبهة وأكثر من محور، محور الحديدة يتقدم، محور صعدة في اتجاه ضحيان أيضا تتقدم القوات الشرعية على مرمى حجر من ثكنات الحوثي، في منطقة دمت في الضالع قوات الشرعية تتقدم وتحقق انتصارات كبيرة، في نهم القوات الحكومية الشرعية مرابطة بانتظار صفارة البدء. الحقيقة أن جماعة الحوثي في مأزق، وأن هذه التسوية ربما إلقاء سترة النجاة الأخيرة لها من قبل الداعمين وأيضا من أطراف دولية بهدف الحضور في الملف اليمني على حساب دول إقليمية. ولكن الحقيقة أن لا أعتقد بنجاح أي مفاوضات لإنجاز تسوية قادمة، والسبب الرئيسي هو عدم جنوح قوات الحوثي للمفاوضات. نعم، أشكرك جزيل الشكر على كل هذه الإيضاحات. المحلل السياسي يوسف الدعاس حدثنا مباشرة من اليمن.